برجع بصبحكم بالخير مشاهدينا، وبرحب بكريستينا حموش. اهلا وسهلا فيك كريستينا، المشاهدين معودين عليك وعلى اطلالاتك، اهلا وسهلا فيك صباح بيوم الخير جديد. بلانش، وصباح الخير لكل اللي عم يحضرونا. صباح النور. كريستينا حموش اختصاصية في علم النفس المدرسي والإرشاد التربوي، وعنوان الحلقة اليوم الملل عند التلاميذ إن كانوا بالصف أو بالبيت، الملل من الدرس. الملل بلانش له عدة أسباب. حابتدي بأول سبب هو التعب الجسدي. التعب الجسدي يعني لما الطالب هو قاعد بالصف بحس بنعس، بحس بأوجاع معينين، له نتيجة عدم تنظيم الوقت بالبيت. أوكي. دايما كل ما أطلع أي انترفيو دايما بحكي أهم شيء النظام، التنظيم بالبيت، لما نحن ننظم له وقته وننظم له أوقات نومه لهذا الطالب. قد لازم ينام الولد؟ الولد عليه لازم ينام بين 6 ل 7 ساعات. انا ظالمه 10 ل 12 ساعه بقول له لازم تنام كثير هيك تيروحوا واعيين. لكن بين الستة 8 بين 6 7 ساعات. انا عم بحكي يعني عم بحكي عن اعمار عمر 10 11. اكيد الاصغر اذا كانوا اصغر لازم كمان ياخذوا وقت بالنوم اكثر. فالراحه بالنوم تعطيني ولد واعي بالصف، ولد نشيط بنحد له الملل بحس فيه. اوكي. عندنا هلا الثاني سبب للملل، عندنا التعب العقلي المرتبط بالنفسي. يعني بس الولد بيكون عنده مولود جديد بالبيت بتحسي فيه جالوزية، ما بيعود كتير يركز بالصف، بضل عقله بعقل المولود البيبي بالبيت، الام عم بتحبه اكثر مني، الام عم تنتبه له اكثر. حتى كمان التعب النفسي العقلي، الاولاد اللي عندهم اكتئاب معين يعني اوقات الاولاد اللي عندهم اكتئاب بنحس عندهم مثلا انزواء بالصف، ما بيشاركوا. كمان هول نتيجة ناتج بيسبب هيدا الملل. وكمان التعب النفسي والعقلي كثرة الضغط لما الأهل يكونوا كتير ملحقين أولادهم، يعني كل شيء بالمعنى زاد نقص. إذا نحن تركناه هون وما عملنا نظام، الولد بيطلع كمان بيشعر بالملل. والعكس إذا نحن كمان كتير قسينا، هيدا الولد عم بيضل مضغوط بالبيت، بيجي وين بده يعمل راحة؟ بالمدرسة. أنا في كتاب في نزلت على صفحتي إنه أنا اليوم عندي حلقة بخصوص الملل، بلاقي كومنت حدا من الأهالي قايل لي ابني كتير بحب المدرسة وكتير محمس إنه يجي ما بحس بالملل. فكرت أنا هيك لوهلي إنه مش غلط الولد يحس بالملل بالصف. تفاجأت البركة هن بالبيت ما بيعملوا له أكتيفيتي، الأهل ما إلهم جلدته، بدي يروح محمس على المدرسة. يعني هي السيف ذو حدين. انا فهيك فكرت فيها. هلا كمان من ضمن الاسباب للاسف الاسلوب المتبع بالمدرسه من قبل المعلمين. يعني نحن كمعلمين كتر خيرهم اكيد بيعملوا بواجبهم وزياده، بس بيستعملوا طريقه واحده بالشرح اللي هي معتمده على الحاسه السمعيه. ليه منلاحظ الاطفال بالسيكل ماترنال بتحسيهم اكثر موتيفي، الاولاد بيكونوا اكثر شاطرين، فرحانين بيوصل البريمير، بنحس دائما الاهالي بيقولوا لنا طب كان هو صغير كثير شاطر، شو صار بالصفوف الاعلى عم يتراجع، ما عم بيركز، ما عم يجي حافظ منيح. ليه؟ لانه بالسيكل ماترنال بيركزوا مش بس على الكوتي السمعي، بيركزوا على كوتي بصري كوتي حسي. بس انا اعمل موتيفاسيون لهيدا الطالب، الطالب بده يتحمس. مش كل الاولاد عندهم ميموار اوديتيف سمعيه بيتلقوا المعلومه اسرع من غيرها. يعني انا كاستاذ بالصف كمربي لازم انا اعتمد كذا وسيله. انا وعم بشرح، هلا اكيد في صور تنعرض يلا رح يبلشوا اكثر. صح كريستينا، يعني بالعمر الصغير بنلاحظ انه الاساتذه والمعلمات بيعملوا كل الطرق لايصال الرساله، بيصلوا للصفوف الاكبر بصيروا بس همهم الكونتينيو، يعني بس همهم المعلومه. حتى بلانش بتحس الاساتذه بين سيكل بريمير وسيكل ماترنال كانه هيك في مثل كومبيتيسيون انه ايه نحن اعلى، نحن سيكل بريمير. أوكي. مع انه السيكل ماترنال بيشتغلوا بطريقه اكثر موتيفي، بحببوا الولد لهم لانه كل شيء مرتبط. يعني اذا هلا بننتبه، بس اذا بنرجع على القبل، اذا بننتبه في مثل هون مثلا على الحقل المعجمي، هون فينا نتبعه لصف الثالث والرابع، يعني لاعمار عمر 9 10. ما نوصل معلومه عن الحقل المعجمي فينا نعمل له على صعيد ماكات ويجربوا يلاقوا الكلمات الاساسيه. طب خلوا لي هالصوره شوي. يعني انا
اذا الدقه القديمه اذا بديك مش هيدا لعب يعني عم بقعد لاعب الاولاد خلص لازم يحفظ الحق للمعجبه ويروح يطبقه. صح. شو هي الفكره تتوصليها للاهل انه اذا الولد عن جد ما عم يستوعب لازم نحن نخصص وقت لنعمل هيك ماركتات لنشتغل لانه بلانش مثل ما قلت مش كل الاولاد عندهم انتليجنس وحده، في نحن بنعرف في انتليجنس ملتيبل، في ذكاء عاطفي، في ذكاء نفسي، في ذكاء سمعي، في ذكاء لغوي، في ذكاء بصري. هون بهالاسلوب بهالاكتيفيتي عم تجذبي نظر الطالب لإلك على صعيد سمعي بس تقري له، وعلى صعيد بصري، وعلى صعيد حسي بس يلمس القصص. صحيح. طيب عارف خلينا نكمل بالصور لانه نعم. حلوين وهيك وبشجعوا طريقه جديده بالتعليم. مثلا هون اذا عم نتبع وصف وعم نحكي عن عن طريقه ببيت جبلي، طب انا بدنا اعطيه اكزامبل عن القرميد الاحمر، عن قصص معينين، بعمل له انا مكات وبخلي النظر قدامه عم بيشوف الصوره قدامه، مش قصه ما عم شغل له خياله. بس ما هو اذا مش زاير الضيعه اوريدي منين بده يجيب الصور؟ صح مزبوط. وبذات الوقت هيك بيطلعوا تسليه بيتضيفوا جزر هيك الولد كمان بنشغل له حصه الذوق اللي اوريدي هن مؤشرات الوصف. صح. يعني المفروض هو يستعملهم بموضوع الانشا مثل ما انت عم بتقولي. خلينا نتابع كمان بالصور. هون مثلا فينا نعمل لهم لعبه الكلمات مثل صيد الكلمات. أوكي. نعمل مثل صيد السمك. ايه. نعم. ومنخلي الولد هو يجمع هول الكلمات ويعملهم بجملة. أول شيء شو بنكون عم نعمل نحن بهالطريقة؟ عم نخليه نشجع له يشارك، لأنه مش كل الولاد بيحبوا يشاركوا بالصف يعطونا جملة من كلمة. أوكي. فهيك بيتحمس أنه إيه أنا هلأ بطريقة لعبة بدي أقوم اتصيد كلمة وأعطي جملة. نعم. عنه يعني أنت عم تجذبي لهم الاتنشن تبعهم بطريقة يعني صح، بطريقة لعب، بطريقة موتيفاسيون، بطريقة حماسية. يعني أنا إذا بدي أعطي درس وحط هالكلمة ويلا اعطوني جملة عنها، مش كل الأولاد حتتفاعل، مش كل الأولاد عندهم نفس الانتليجنس، مش كل الأولاد عندهم نفس الموتيفاسيون بالصف. فهون مجرد ما الولد إنه كمان لا استعمل الصنارة، لا أنا كمان بدي، بتحسي عنده هيك صار دافع يفكر. نعم. كمان منتابع ببعض التقنيات والصور كمان هون نفس الشيء، انه ليك كيف عم يصطادوا ومبسوطين وكل واحد حيعطي جمله. اوكي. عنا نفس الاكتيفيتي. هول بالاعمار الاكبر بصيروا يتطبقوا؟ هول بالاعمار الاكبر فينا حتى لاعمار مش بس بريمير، فينا على صعيد كمان كومبليمونتير سكوندير بس بغير طريقه. ايه. في الاستاذ ينوع، في ببوكال يطلب منهم يسحب قصص، يعني خلي يكون الدرس عمليه اكتشاف واستكشاف. نعم. مش بس عملية تلقين، أنا عم خلي الطالب هو يكتشف المعلومة، مش تجي المعلومة دغري نحن بنحافظه إياها. على كل حال نحن عم نغلط لأنه الولد صار متلقي، يعني اليوم وقت بيفتح آيباد أو بيفتح تابلت أو بيفتح تليفونه قاعد وعم يتلقى، فما عم يعطي بقى من نفسه. قد ايه هذا الشيء كمان بسبب ملل؟ بسبب غير بسبب ملل، عم نبني طلاب كسولين. يعني مبنيين بس انه بدهم كل شيء قدامه، المعلومه بديها هي تكون مكتوبه قدامه. انا بدي خليه، انا بحط براسي اوبجكتيف كمعلم وحتى كمدرس بالبيت وحتى كاهل، اوبجكتيف براسي بس خلي هو يكتشف هيدا لغز أوكي. المعلومه. أوكي. بينبسط اكثر. هون حتى بالسيونس فيهم يستعملوها. كمان شو حلو، مش بس الاستاذ يعمل، نطلب من الطلاب يعملوا هن اكتيفيتي بالبيت. وتحس الولد بيحفظ مو تكنيك، بيتحمس اكثر. على كل حال مثل هذا الاكزرسيس تبع البومو مش هيك؟ صح. وقت بيوصل على البيت بتقول اف هلا بعدنا قصنا بدنا نروح نشتري بالون ونشتري كبايه، بصيروا الاهل انه ليه عم تعطونا شغل زياده؟ بس نحن كاهل لازم نفهم شو. صح. السبب. صح. هو عاده بالمدارس لازم من الاساس لما مع بداية العام الدراسي يكون في اورينتاسيون للاساتذه واورينتاسيون للاهل، يتوضح كل شيء تيكون الاهل قدامهم كل شيء واضح. بعرف هلا امكانيات الاهل وامكانيات المدرسه، يعني بطلنا مثل قبل صرنا نحسب كل شيء عم نشتريه وكل شيء عم نجيبه، بس فينا بابسط الامور فينا نعمل اكتيفيتي تكون مفيده. نعم. كريستينا اذا نحن ولدنا موجود بسيستم تعليمي منه هالقد موتيفي لانه هي هو السيستم التقليدي والولد موجود هنيك والولد عم يزهق، نحن كاهل شو معقول نعطيه تب لهالولد انه انت اذا شردت
إذا حسيت حالك زهقان، إذا حسيت حالك منك معني، كيف هو يشغل؟ ليك تقلك أول شيء بلانش، هلأ الأهل مش هني دايماً مع الولد على طول بالمدرسة، وكمان ما فينا نحن كأهل نضلنا نصر عليه ركز عمول يعني ايه. حتى الحوار لما الأهل بيوصلوا الأولاد على المدرسة الحوار لازم يكون حوار فعال، وحتى بس يرجع يردون في كاستيون جلوبال كل الأهالي بيسألوها شو عملتوا اليوم؟ هذا سؤال كبير، شو عملتوا اليوم؟ أنا إذا حدا بيسألني شو عملت اليوم؟ بدي أصفن لأرجع أعطيه شو عملت أنا اليوم؟ بقلي نسيت أكيد بده ينسى، ما نسأله شو عملت بهالماتير؟ شو عملتوا اليوم؟ يكون سؤالنا محدد بارتيكولير بالجنرال مشمول حلوين ولكن شو عملت اليوم ما بنسأل بنقول شو عملت بالمادة بهالمادة شو عملت مع رفيقك؟ شو عملت بالملعب؟ كيف كان نهارك؟ بنسأل ولا لا؟ كيف كان نهارك هيدا أكبر. كمان اكبر يعني ملحمه شعريه انه يعني. ايه لانه يمكن مثلا بهالماتير ما كان مبسوط، ثاني ماتير لا انبسط، عرفتي كيف؟ يعني المفروض نحن نقسم اسئلتنا مزبوط. طيب بالروحه شو هن التعليمات؟ بالروحه ما بدنا نقول له ركز بالصف، ما بدنا نعمل له بريشر، نحكيه مثلا ما نجيب له كثير سيره المدرسه وهيك، ما كثير نضل نحكيه بالمدرسه، يعني دجا هو في كثير اولاد ما بحبوا المدرسه ورايحين اجباري ونحن كل الطريق عم نعطيهم تعليمات عن المدرسه، بليز ما نخففها، نحكي من بعد المدرسه، ابريل المدرسه، بالويك اند شو بدنا نخطط؟ نحن رايحين على المدرسه لهالولد يا كريستينا لهالولد بالعكس لهالولد يكون عنده هالحماس هلا اذا كان الجمعة خير ايه هلا اذا كان عنده اكزامان معين كمان ما فينا كل الطريق نضلنا بالاكزامان ونضلنا بنفس الاسئله انتبهي بلانش في نقطه بننتبه عليها من طالع عنده وسواس او بصير يشعر بالملل قصدا ويشرد بضل كل الوقت صافن بالصف انا هلا شو بدي اعمل بهالماتير هلا عندي ريستاسيون ماما هيك قالت لي بضل كل الوقت عنده هالوسواس الناتج من وراء اهله يعني الولد وقت بنحمله هالقد مسؤوليات هو راح وفكره فينا انه ام المثل الاعلى او بي هو المثل الاعلى فهو دائما هونيك عم بفكر اوريدي بالاهل صح يعني ولد نجاحه كرمال اهله مش كرمال حاله اوف نعم مش كله خاصة بأعمار صغيرة الولد نجاحه دايما كرمال أهله إذا جاب علامة بينبسط كتار أنا من الأهالي بيسألوني طب جاب علامة فرجاني إياها لإلي بس إنه عادي هو عنده عادي أنا قلت لهم بالعكس هو الولد عمر صغير نجاحه مرتبط فيكم مزبوط لانه انا من ولادي بعرف ولاد مش فرقانه معهم اصلا اذا مزبوط. جابوا علامه او لا صح مزبوط ما بيهمهم المهم بس يرضي اهله ليه؟ لانه التربيه كلها مبنيه على ارضاء الاهل، ارضاء الاساتذه وارضاء المجتمع، لازم الولد يعمل شيء بحببه مش هيك انا بس قطع عليك هون اكتيفيتي القواعد اوكي عملناهم هون على اشكال قرص أوكي. بخلي اول شيء الولد بدل ما يقعد يحفظ هالجمله الكبيره فاعل الفعل تحسي كانه بيستحي حتى نحرجه قدام التلاميذ بيطلع موجوده قدامه بس عليه هو يبرم الفلاش طب هي بتخليه يحفظها؟ بيحفظها بشكل سريع وبشكل موتيفي وفي بالبيت هن يطبقوها بالغرف المتخصصه للدرس ببيوتهم فيهم يستعملوا يعني طاولة المطبخ كريستينا صح. شو يعني الولد كل واحد عنده محل معين في الولد يكون عنده مثل دايري هيدا الدايري مرتبط بكل معلومات في بسط هو المعلومة القاعدة موجودة بالدفتر رح ننتقل هلأ للبيت الأهل كيف حكينا عن المدرسة حتى هون ليك هون على سعيد كمان تعبير شفهي ايه كثير بنستعمل الميكرويات بيطلع والولد الخجول ايه؟ مجرد ما يوقف ورا هيدي الكرتون مثل شاشة بصير ايه؟ اكثر يعبر بحس حاله انه لا في حاجز قدامي بطل عنده هالخجل دغري قدام دغري الطلاب يعني تبس صغار وحلوين وممكن نحن صح. نعتمدهم في اشياء خصوصي للبيت نحن نعملها اكيد كمان. في كثير اشياء خصوصي بالبيت نفس الشيء نحن عم نطبق فينا على سعيد مثلا كريون نعمله اياه مثل الميكرو اذا كثار من الولد في اولاد بيقروا بصوت خافت بيستحوا او بيتأتوا فينا نعمل مثل ميكرو نعمل مثل ميكرو لعبه نخلي الولد يعلي صوته او مثل مثلا تليفون تنعلمه تنقول للشيفر كيف أوكي. بيجمع حتى هون عم نشوف على سعيد مات فينا هول قصص بالبيت تنعمل طب يعني هول بنظرك مش عم بيضيعوا لنا وقتنا لنخلص هالدفوار
ابدا بلانش، هول اشياء بدل انتبهي، هول ما خص دوفوار، دوفوار احنا عدنا اشتغلناه، هول كتار من الاهل كمان عندهم مثل بدنا نرجع ندرسه بعد، طب هالولد بدك ترجع تقولي له تعال رجع اقعد قري، رجع اقعد اعمل، ما حيقبل، اذا عملتي له اياها باسلوب لعب بيتحمس، ليكي هون عم نخليه يعمل كالكول. واو. يعني بتحس الولد محمس، عم نعطيه بطريقه غير، باسلوب غير. كنا احنا عم نعد له نفس المعلومه بس طريقه غير. لازم نشغل الحواس تبع الطالب، مش كل شيء، لانه انتبهي في ميموار كورت وفي ميموار الون تيرم. ميموار الكورت اللي انا بحسها بتشتغل بس على الذاكره السمعيه، حفظ المعلومه ثاني نهار ثالث نهار نساها. ليه؟ لانه ما لنا براسه. انا بس شغل الحواس بتحسي الميموار عم بتكون اطول، وبعد اكسبيرينس عم بحكي، يعني مش انه عم بحكي لاحكي. يعني في كتار يمكن من الاهل او اللي عم يحضرونا بيتفاجئوا انه يي ليه عم تعمل هيك وما ضيعت وقت، مثل ما قلت انه ايه؟ لا مش ما ضيعت وقت، اذا بيجربوا هيك اساليب يصدقوني بيلاقوا كثير نتائج وبيلاقوا موتيفاسيون، الولد بيتحمس اكثر انه يقعد يدرس. طيب اذا في اولاد بتحب مثلا تحفظ وهي عم بتطج الطابه، بنتركه ما بنعيط عليه لانه هو هيك عم بشغل حواسه مثلا ليحفظ التاب دو متبتيكاسيون؟ صح مزبوط، فينا أوكي. مثلا ايه بطريقه معينه، بس مش كثير نعطيه هالحريه الزايده، يعني نعمل له مثل قصص اكتيفيتي مثل ما انا فرجيت لها علاقه شوي بالنظام بالقعود بالدرس، مش كثير كمان نروح كوتي لعب لعب. اوكي، بالصف هيدا الولد يلي عن جد عم بشط وعن جد عم بمل، شو معقول اقول له اذا زهقت مام، اذا حسيت حالك مش معني، شو يعمل؟ هون لازم دائما الاهل من اول بدايه العام الدراسي يضلون علاقات مع الاساتذه ومع الاداره. كل ما كنت الام قريب من الاداره قريب من الاساتذه، كل ما اكثر الاساتذه توصوا بالولد. ما فينا كتار من الاهل عندهم مفهوم لا ما بدنا نحكي لمعلمه، بركي تحطت عليه او بركي كانت منتبه بركي اصلا انه خلص ما هي ايه عملت واجباتها. لا، لما نحن كاهل نكون قريبين من الاساتذه بصير هذا الاستاذ اكثر يهتم بابننا. أوكي. يعني مثل هذا الطفل اللي عم يشرد، لازم الاستاذ يعطيه مهام يعمله، انتاش مثلا قوم بدك توزع معي، بدك تعمل شيء، نغير له مقعده، نغير له مقعده. في كتار من الاولاد بيكونوا قاعدين ورا بحس حالهم كانه شو، كانه اكسكلو، هو قاعد ورا. طب نحن لازم كل جمعه كل جمعتين، مش جمعة احسن تقوم لهم، كل جمعتين نرجع نغير المحلات لما قاعد بالصف. هذا الولد اللي قاعد برا ليه بده يحس حاله منه الورا، يحس حاله منه معني. وحتى في اسلوب الاستاذ يغير طريقته، الطاولات دائما معروفه محطوطه هيك، ليه ما بنعمل مثل تاب الروند؟ يعني احنا بعدنا بنخاف يغيروا بالمدارس الريتيال الاساسي والاشياء التقليديه خوفا من انه تفرط. صح، في الاستاذ مثلا يغير اليوم طريقه شرحه، اذا ما بده يستعمل اللوح هالمره بدل ما يكون واقف اون افون يوقف بالاخر، بتحس بيبرموا كلهم يعني بصير الدرس مسلي، المعلومه عم توصل لكل التلاميذ، صور كلهم رح ينبسطوا، ومثل ما عم بتقول بتصير مرسخه بالذهن لانه نحن اوريدي عم نستعمل كل الحواس. بلانش الاستاذ لازم يفوت والمربي لازم يفوت بنفسيه حلوه على الصف رغم كل المشاكل، ما يفوت انه بس انا عندي واجبات يلا بدي اعلم وفل على البيت، ما فينا هيك، بدنا نفوت كانه نحن عن جد عم نعمل شغل، عم نغير مجتمع، عم نغير عقليه. بدي اقول شغله انه انا وكريستينا مخرجين من نفس المدرسه، مدرسه تقليديه، يعني جماعه بلع الكتب، ويمكن هاي هي النهضه اللي انت صح هلا تغيرت، يعني بالعكس هلا مع تغيروا مع كله. النهضه اكيد صار في اكثر اكتيفيتي، بس نحن لازم نتقبل، يعني نحن كاهل لازم نتقبل هالنهضه. صح. لانه نحن لانه الطقم القديم اذا بدك والطريقه التقليديه بالدرس اوقات بنقول شو عم يعملوا هو عم يلعبوا. صح بتقولي بتحسي انه يا ريت، او بتقولي يا ريت كنا عقية، يعني يا ريت على ايامنا كان كل شيء اختلف. هلا بتحسي مثلا درس بينزلوا بيدرسوا بالجردن بالكور، يعني ما نطلع من هيدي الامور التقليديه. كافي كلاب، انا اول ما قالوا لي كافي باردون بدك يعني تاخذوا كافي وتدرسوا، يعني هذا وين الدرس وين هي بالعكس بلانش، هيدا الاسلوب بتحسي اول شيء بننمي الكرياتيفيتي عند الاستاذ. ولازم انا بدي اقول كمان لادارات المدارس انه بليز الاستاذ نقدر له تعبه وجهده. انا اذا اعطيته مكافاه لهالاستاذ زدت له شوي على السلار تبعه بيتعودوا غيره كمان يعملوا موتيفاسيون. ما كمان الاستاذ هو من جواته انفان،
مزبوط. انا اذا دعمته لهالاستاذ، شفنا هالاستاذ عامل كل هالاكتيفيتي، بيقولوا واجباته، طيب واجباته بس ليه الاستاذ ما عم يعمل نفس الاداء؟ ليه نحن مش عم نقول ميزه، ليه نحن ما بنعطيه بوش، ما بنعطيه، خليه يشوفوا كلهم انه لا الاداره حبته، بتحس الكل بصير ينجبر ويعمل، مش يضحكوا على الاستاذ اللي بيعمل اكتيفيتي. كريستينا حموش اهلا وسهلا فيك، لقاء ممتع ومش ممل ابدا، واكيد على امل كل يمكن امات اكثر شيء استفادوا من هيدي الحلقه، ورساله كريستينا وصلت لكل الادارات المدارس يلي بتصور الاغلبيتهم عم يعملوا جهدهم ليطوروا بهالانظمه على قد ما نحن بنقدر. وقفه بسيطه مشاهدينا وبتابعوا باخر لقاء مع الي حوشان، وانا بشوفكم بكره.